بسم الله الرحمن الرحيم. رضوان جهادي، عضو غرفة الفلاحية جهة الدار البيضاء 16. اليوم جينا لهذه الدورة باش نطرحوا عدة مشاكل. المشكل الأول هو الضمان الاجتماعي بالنسبة للفلاح. اليوم الفلاح كيتفاجئ مسكين بأنه مسجلينه في اللوائح وخصو يخلص من شهر 4 500 درهم. هادشي لا يعقل، لأنه الفلاح مسكين اليوم بارك في البادية وما عندوش، عنده خمسة خدامة وكيلقى راسو مسجل في اللوائح أنه خلص 500 درهم. هادشي ما خصوش يكون. اليوم هضرنا مع السيد المدير الجهوي باش يعطينا من هو المسؤول على ذاك الفلاح البسيط الصغير. اليوم غنهضر على الفلاح لأنه اليوم باش بارك في العروبية راه ماشي ساهل، أنه باش يمثل المدن باش يصوب لهم الخضروات ديالهم والكسيبه ديالهم. اليوم الفلاح كيعاني من الكسيبه ديالو لانه كيعلف العلف غالي، الدرا غاليه، السكالم غالي، واليوم وجد واحد المنتوج ديالو اليوم باش يبيعو كيجيو واحد الاباطره لليوم كيجيبوا واحد الحولي من برا، لانهم بغينا نعرفوا من هو المسؤول. واش وزاره الفلاحه هي المسؤوله؟ الا كان هذا الامبراطور كيجيب واحد الدعم ديال الحولي من برا ويجيبوا ويدخلوا في هذه الساعه اليوم اللي خص الفلاح يستافد في هذه المرحله ديال عيد الاضحى. اليوم كيجي هذاك الامبراطور اللي دعموه بواحد 500 درهم، بالنسبه لهذا 500 درهم خصو يدعموا بها الفلاح الصغير اللي بارك مسكين في الباديه، هو اللي خصو يدعم بهذا 500 درهم. دابا الاشكاليه اللي مطروحه هو انه هذاك الحولي كيدخل من برا، من برا شكون هو اللي كيستافد منه؟ غيستافد منه هذاك الامبراطور ما يستافدش منه واحد الفلاح صغير اللي بارك حاضي هذه العروبيه هذه. بالنسبه للزرع اللي زرع هذا الفلاح اليوم الصغير اللي خادو بثمن اليوم بغى يبيعو ما صاب لمن يبيعو. اذا هذا الفلاح باش غيخلص هذه الكريديات ديالو؟ اذا القرض الفلاحي دابا واقف عليه باش غيخلص هذه الكريدي ديالو هذا الفلاح؟ اذا كنطلبوا من الجهات المسؤوله ان تشوف هذا الفلاح وديما تنظر لهذا الفلاح، لانه هذا الفلاح اليوم راه كيقاسي في هذه البلاد مسكين وتقهر الوقيته اللي خصو يجيب الوليدات ديالو ما ياكلو كيجيب الكسيبه ديالو، كل السوق كيجيب الكسيبه ديالو ما تاكل. اذا هذا الفلاح كيعاني، كنطلبوا من الجهات المسؤوله انه تشوف هذا الفلاح. واليوم الضمان الاجتماعي الناس اليوم عندنا في الجماعه اللي عندها الدياليز، والانسان اللي عنده الدياليز الصحه ديالو وما كيداواش اليوم في هذا المغرب راه مشكل خطير. اذا كنطلب من الجهات المسؤوله انه تشوف هذا الفلاح الصغير وهذا البسيط. وشكرا. ظافر هشام، نائب الغرفة الفلاحية عن جماعة منيع مريزيك. اليوم كانت الدورة العادية، كنظن جات في واحد الوقت حارج، ويعني نواب الغرفة الفلاحية اليوم كانوا في واحد الموقف حارج خصوصا بعد السنة الجافة اللي كنعانيوها هذه السنة، وناقشنا فيها نقاط كانت مهمة وحساسة، منها تعويض الفلاحين وكذلك منها حصة الشعير المدعم. كانت يعني ما هذا الموسم الفلاحين كيطالبوا بالتعويض، ربما كانت شي جماعات اللي ربما اقسيت، كنظن بان هذه علامه استفهام كبرى بما ان الجفاف مس اقليم 16، سائر اقليم 16 وربما سائر اقليم الجديده وبن سليمان. ناقشنا مساله الحصص ديال الشعير، الحصص ديال الشعير كانت هزيله لا تلبي مطالبنا وبالاحرى مطالب الفلاحين. السيد المدير الجهوي وعدنا بان الحصه المقبله غادي تكون بواحد الكميه وافره، كنتمناو ان هذا الامر يحصل. واللي كنبغي نبلغ الفلاحه بان رحنا كنجروا الماء، يعني رحنا في مركب واحد، رحنا كنا يعني نحس بالامهم، كنحسوا بداك الشيء اللي كيحسوا به الفلاحه، وراه ما غادي نتدخروا اي جهد ان شاء الله باش على الاقل ولو نخفف غير واحد الجزء بسيط. لانني انا من منطلق ديالي انني كفلاح راه عانينا بزاف، سواء غلاء المحروقات، الاسمده، غلاء البذور، الظرفيه الاقتصاديه العالميه والراهنه ما خدماتناش بواحد الطريقه، ولكن كنت غادي يكون الخير ان شاء الله في القادم من الايام. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر وسائل الاعلام الحاضره لما توليه لعمل الغرفه الفلاحيه لجهه الدار البيضاء 16. رأيي وهو أنه دورات الغرفة دائما تعرف نقاشا
وتعرف غيرة جميع أعضائها على مصلحة الفلاح، ولكن القانون جعل دورهم استشاري ولا سلطة لهم ولا تأثير لهم في تغيير وضع الفلاح. كذلك الأمر بالنسبة للغرفة ذاتها، الغرفة لا تملك حلا للفلاح، لأن أمور الفلاح يتم مناقشتها والتقرير بشأنها على مستوى الرباط، على مستوى الوزراء، وعلى مستوى لوبيات المستفيدة من القطاع الفلاحي. وعليه فإننا نؤتت المشهد ليس إلا ودورها ثانوي جدا، وما يزيد من ثانويتها ربما أنه من قلد مهام رئاسة هذه الغرفة والمكتب لا يتحملون المسؤولية بكامل أمانة ويقصرون في ذلك، وهذا ما أدى بنا نحن ذلك أن نكون شكليين ليس إلا. ما شاهدتموه ومناقشة سيذهب بها الريح وسيبقى حال الفلاح على ما عليه. أشكركم وإلى لقاء قريب. الحين اليوم كيف ما كتعرفوا عندنا الدورة ديال الغرفة الفلاحية، اللي من بين النقاط ديال جدول الأعمال ديالها كاين النقطة ديال التأمين، وخص هذه النقطة بالضبط خص تحضر فيها لامامضة. مع الأسف الشديد اليوم لامامضة ما حضرات شيء، ما عرفناش علاش، واش ما عطيش اعتبار لهذه الغرفة الفلاحية وما عطيش اعتبار للفلاح، ما عرفناش علاش. كما كتعرفوا هذه 3 سنين دابا ديال الجفاف، عملوا كل الجفاف وهذا العام كل الجفاف، والعام الجاي الناس راه ما عندهاش باش تحرث. إذا خص المسؤولين على وزارة الفلاحة والمامضة يجيو يلقاو شي حل لهاد الناس ديال الفلاح، من اجل الدعم، من اجل بزاف ديال الحوايج. معكم بارودة حكيمة، عضوة بالغرفة الفلاحية، وامثل المرأة الفلاحة على الصعيد الجهة وعلى الصعيد المغرب، يعني الجمعية المغربية للمرأة الفلاحة. نحن اليوم بالغرفة الفلاحية لمناقشة الدورة الثانية، بعد مشاكل الفلاحة والفلاحات، لإيجاد حلول صائبة للفلاحين والفلاحات. ومن ضمن هذه المشاكل يعني هي مشكل الجفاف، مشكل الجفاف اللي خلى واحد الأثر كبير على الفلاح وعلى الفلاحة، وكذلك على التعاونيات النسوية والغير النسوية. ونحن بصدد عام جديد إن شاء الله، اللي كنتمناه من الله تعالى يا ربي ترحمنا، لأن عام كان صعب، صعب جدا. نتمنى خير إن شاء الله. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.